قلت لك اخويا والله جيت بنيت باش يتعالج الدري هذاك ديجا الاخر السكين تيش نق عليا ويقول لي كثر داك الشيء عيني كانوا السلام عليكم. فعلا بمستشفى المنصور كيعرف اليوم واحد الفوضى عارمه فوضى بمجرد ما نادوا علينا بعض الاخوان اللي هما مصادر ديالنا هنايا جينا نشوفوا نعاينوا كندخلوا المكتب ديال السيد الدكتور اللي هو مكلف بالحراسه المداومه وكنلقاو البيرو يعني واحد الحاله ما فيها ما تشاف ما بقاتش حاجه نهائيا اشنو كنسمعوا ماشي هجوم وما نقولوش بمعنى هجوم ولكن كاين حاله ديال بعض المواطنين اللي جاوا هنا باش يتعالجوا بنيه ان واحد الدليغا كعدوا البكالوريا توقف خاصو الاكسجين كيقولوا هاد الناس اللي على حساب ما غتسمعوا كيقولوا انه ما عطاوش هاد المساعده فعلا كيقولوا هما ما عطاوش هاد المساعده ولكن كيتحمل المسؤوليه ديالو انما فعلا بالنسبه للاداره ديال الدكتور ما بقى في ما فيها ما يتشاف ولكن من الخير اخر المطاف اللي كنسمعوا هاد الشاب هذا كيقول لك حنا ما هرسنا لا طابله ما هرسنا لا بيرو ما هرسنا حتى شي حاجه هذاك الشيء هرسوه هما بالعاني باش يلبقوا لنا هاد التهمه كتبقى دائما الامور غامضه ولكن مع هذا ما كيمنعش انه خصو يكون اولا احترام ديال الاداره عموميه باش يكونوا واضحين وفي حاله ديال التظلم ديال اي مواطن يمكن يلتجا للمندوبيه ديال وزاره الصحه او يلتجا للبوليس او يلتجا للجهات المسؤوله كاين هناك مدير اللي مكلف بخروقات لا ديال السيكوريتي ولا ديال كذلك الاطباء هنا الرساله ديالتنا كمواطنين احرار كنطلبوا ان اعاده النظر في هاد يعني خاصة تكون دورات تكوين الحراس ودورات تكون لان كنلاحظوا واحد العشوائيه في هذا السبيطار يعني كيدخل المريض كيدخلوا مع 10 هذا هو الخطا الا دخل المريض ما عندناش مشكله كيدخل معه واحد من العائله ديالته بواحد النظام واحد الاحترام على المواطن ان يحترم الطبيب ويحترم السيكوريتي على السيكوريتي ان يحترم الطبيب ويحترم كذلك المواطن باش كل شيء يدخل العلاج لان هذه اداره ديال الدوله اداره ديال المواطن خاص يقول اذا هنايا كنوجه الرسالة ديالتنا الجهات المختصة والجهات الأمنية اللي كنقولوا لكم راه الأمن السيكوريتي أو الأمن الخاص ما غاديش يكفي راه كاين هناك اصطدام مع المواطن خاص رجل أمن هو اللي مكلف خاصنا رجل أمن اللي يكلف بالحراسة ديال الدخول وديال ولوج المواطنين هذا هو الغريب في الأمر لأننا دائما كفاعلين جمعويين وكحقوقيين كناديو دائما السلطات باش تجعل واحد بوست دو بوليس هنايا واحد ستاندار اللي يكون ربط الاتصال أي خروقات يكون هذاك البوليسي كيربط اتصال بالسال ترافيك ويدخلوا مباشرة باش يحلوا هذا المشكل أولا دابا كتشوفوا عدد ديال المواطنين ما كيتعالجوش باقيين كيتسناو باش تصوب هذيك الإدارة إذا ما يفوق واحد 20 أو 25 ديال المواطن اللي كيتسنى دابا إذا فين كاين دابا هذا هو المشكل الخطير.